وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحاول أن نستحضر معا التخطيط الذي نسير عليه. إذن جزء أول لمهمة الإيجاد، وجزء ثاني لمهمة الترتيب، وجزء ثالث لمهمة التعبير. الجزء الأول قسمناه إلى فقرتين: مضمون المضمون ومصدر المضمون. بالنسبة إلى الفقرة الأولى قسمناها إلى الاستدلال والحجاج على مادة قرنية، ثم الاستدلال على فكرة تحكم المادة القرنية. الاستدلال والحجاج على مادة قرنية حجاج مشترك بين جميع أنواع الخطاب، ثم حجاج مشترك بين جميع أنواع الخطاب القرني. نحن في إطار هذه النقطة الثانية. من يكتب أطروحة في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القانون الدستوري أو في القانون الإداري إلى غير ذلك من فروع القانون، يحتاج إلى أن يأتي بمعنى القانون، يحتاج إلى أن يأتي بمعنى القانون. والإتيان بمعنى القانون ينبغي أن يقنع، ينبغي أن يقنع، ولكي يقنع ينبغي أن نأتي بهذا المعنى مستعملين حججا. هذه الحجج ثم ما هو خاص منها بفرع من فروع القانون، وهنالك حجج يشترك فيها القانون المدني والقانون الدستوري والقانون الدولي وغير ذلك. إذا ماذا لدينا؟ لدينا القانون، ونأتي بمعنى القانون. إن شئتم القانون سيمثل حجة على ذلك المعنى، نص القانون سيمثل حجة على ذلك المعنى، هو الحجة التي نستخرج منها المعنى. لكن هنالك حجة نستخرج بها من القانون المعنى، إذن هي حجة مستخرج بها. إن شئتم الحجج المشتركة بين جميع أنواع الخطابات القانونية على هذا المستوى نوعان، الحجج نوعان: حجج مستخرج منها والمقصود هنا نص القانون، وحجج مستخرج بها. إذا إن شئتم نحن ننطلق من نص القانون ونصل إلى معناه. النص في حد ذاته حجة على المعنى، هو الحجة التي نستخرج منها المعنى، لكن هنالك حجج نستخرج بها المعنى من النص، إذن هي حجج مستخرج بها. إذن الحجج المشتركة قسمان: حجج مستخرج بها والمقصود هو النص، وحجج مستخرج منها. طبعا معنى القانون سيتمثل في فرض مع حكم، كل قاعدة قانونية كما تعلمنا ذلك منذ السنة الأولى تتكون من فرض ومن حكم. سأتحدث الآن بسرعة عن الحجج المستخرج بها، أي التي نستعملها حين نأتي إلى نص ونحاول أن نستخرج معناه، أن نستخرج معناه المتمثل في فرض من جهة وفي حكم من جهة أخرى. طبعا نحن نتحدث عن نص قانوني، لكن هذه الحجج كما سترون يمكن أن نستعملها ونحن نقرأ نصا فقهيا، نصا لفقيه أو نصا لمحكمة. إذا نص القرار القضائي أو الحكم القضائي هو نص، ومن ثم هنالك حجج نستخرج بها المعاني من هذا النص. والشيء نفسه لو أننا أمام كلام لفقه، كلام الفقه كلام أي نص، إذا نستخرج منه المعنى المقصود من صاحبه، وهنالك حجج نستعملها
في الإخراج، إخراج المعنى أو استخراج المعنى. إذن الحجج على المعنى خاصة ما يهمنا النص القانوني، ولكن يمكن أن نستعمل هذه الحجج في إطار القضاء، في إطار تأويل القضاء، أو في إطار تأويل ما نجده من كتابات فقهية. لكن سأركز على النص القانوني. أول حجة أشرت إليها في الحصة الفارطة هي حجة الكمال، كمال النظام القانوني. إذن هذه حجة تستعمل. إن شئتم أنا سأسرد لكم أهم الحجج التي وردت في كتاب حاييم بيرلمان المنطق القانوني، ثم سأضع هذه الحجج في إطارها متى تستعمل. أول حجة هي حجة تسمى حجة كمال النظام القانوني، argument à complétudine. ماذا يقول حاييم بيرلمان وغيره ممن تناول هذه الحجة؟ كل نظام قانوني، إذن النظام القانوني التونسي، الفرنسي، الأمريكي، ينبني على هذه المسلمة، أنه يؤطر كل الوقائع ويعطيها حكم. إذن إن شئتم بسرعة، هنالك الفعل وهنالك عدم الفعل، هل توجد إمكانية ثالثة؟ إذن حيال فعل الإتيان إلى هذه المحاضرة، إما أن نأتي أو لا نأتي، لا يوجد خيار ثالث. وهكذا الأمر مع بقية الأفعال البشرية. إذن هنالك إمكانية الفعل وهنالك إمكانية عدم الفعل. إمكانية الفعل تسمى حق الفعل بدرود الثاء، وإمكانية عدم الفعل تسمى حق عدم الفعل، حق عدم الفعل. إذن حين ننظر إلى من ينطبق عليه القانون، حين ننظر إليه وحيال فعل معين، إما أن يأتيه وإما أن لا يأتي. إذن هنالك إمكانية الفعل وإمكانية عدم الفعل. العلاقة بينهما إمكانية الفعل وعدم الفعل هي التالية: يمكن أن يجتمع، أي أن نكون أمام حق فعل وعدم فعل في الوقت نفسه، إذن يمكن أن يجتمع، يمكن أن يوجد واحد منهما فقط، أي إمكانية الفعل دون إمكانية عدم الفعل، أو إمكانية عدم الفعل دون إمكانية الفعل، لكن لا تخلو منه مساحة، هنالك مانعة خلو. إذن لا يمكن أن نجد أنفسنا في الواقع أمام ما يلي: لا فعل ولا عدم فعل. العلاقة بينهما هي علاقة ما تحت التضاد. إذن إن شئتم لو عدنا إلى المربع الذي رأيناه سابقا، العلاقة بين حق الفعل، إمكانية الفعل، وإمكانية عدم الفعل هي علاقة ما تحت التضاد. ربما أضع مرة أخرى الرسم أمامكم ونركب عليه ما نحن بصدده الآن. إذن الرسم هو التالي. إذن إن شئتم بدل الكلية السالبة والكلية الموجبة، إذن على مستوى إي تضعون حق الفعل أو إمكانية الفعل، وعلى مستوى أو تضعون حق عدم الفعل. العلاقة هي علاقة ما تحت التضاد، العلاقة هي علاقة ما تحت التضاد. إذن هذا بالنسبة إلى المكلف الذي ينطبق عليه القانون. الآن الذي ينظم الأفعال البشرية، ما هي الخيارات التي أمامه؟ إذن يريد المشرع أن ينظم فعلا معينا، ما هي الخيارات التي أمامه؟ بالنسبة لمن ينطبق عليه القانون، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل، لا يوجد خيار ثالث. الآن الذي سينظم الأفعال البشرية، ما هي الخيارات التي أمامه؟ الخيارات هي التالية: إما أن يمنع، وإما أن يوجب،
إما أن يمنع الفعل، وإما أن يوجب الفعل، وإما أن يعطي الحق في الفعل وفي عدم الفعل. إذن الخيارات ثلاث، الخيارات ثلاث، إمكانية الفعل وإمكانية عدم الفعل معا، أن يعطي الحق وإما أن يمنع وإما أن يوجب. إذن إن شئتم الذي يريد أن ينظم الأفعال البشرية إما أن يبقي إمكانية الفعل وعدم الفعل، وإما أن يسحب حق الفعل، وحين يسحب حق الفعل سيمنع الفعل، وإما أن يسحب حق عدم الفعل، وحين يسحب حق عدم الفعل إذن سيوجب الفعل. إذن إمكانية الفعل وعدم الفعل، ثم يأتي القانون، القانون إما أن يبقي على إمكانية الفعل وعدم الفعل، وإما أن يسحب الجانب الإيجابي، وحين يسحب الجانب الإيجابي سيأتي بمنع، وإما أن يسحب الجانب السلبي أي عدم الفعل، وحين يسحب الجانب السلبي نكون أمام إيجاب للفعل. إذن إن شئتم ها هنا على هذا المستوى إذن هنا الوجوب وهنا المنع، وهكذا نستطيع أن نأتي بالمربع الذي أتى به أرسطو على مستوى القضايا أن نأتي به فيما يخص الأحكام القانونية، لأن الأحكام القانونية إما منع أو وجوب أو حق فعل وعدم فعل. إذن على هذا المستوى سنكون أمام الوجوب، على هذا المستوى سنكون أمام المنع، على هذا المستوى سنكون أمام حق الفعل، وعلى هذا المستوى سنكون أمام حق عدم الفعل. وطبعا حق الفعل وعدم الفعل ينبغي أن يجتمع، لو افترق الواحد منهما عن الآخر سينقلب إما إلى وجوب وإما إلى منع. إذن في نهاية المطاف ينبغي أن نطور هذا الشكل الهندسي إلى مثلث، ها هنا نجد الوجوب وها هنا المنع، وعلى هذا المستوى نجد حق الفعل وعدم الفعل في الوقت نفسه، لأن حق الفعل، حق الفعل حين ينفصل عن حق عدم الفعل يكون وجوبا، إمكانية الفعل دون إمكانية عدم الفعل هي الوجوب، وإمكانية عدم الفعل دون إمكانية الفعل هي منع. إذن لابد من أن نجمع إمكانية الفعل وعدم الفعل لتمثل حكما مختلفا عن الوجوب وعن المنع. ماذا أريد من كل هذا؟ أريد أن أصل إلى ما يلي، أن القانون عقلا لاحق والحرية سابقة، إمكانية الفعل وعدم الفعل سابقة عقلا للقانون، القانون يطرأ على الحرية، يطرأ على الحرية بأن يبقيها صراحة أو ضد أو بأن يحذفها، وحين يحذفها نكون أمام الوجوب أو نكون أمام المنع. إذن الحق سابق عقلا على القانون، الحرية سابقة عقلا على القانون، القانون يطرأ على الحرية، إما أن يلغيها حين يطرأ، إما أن يلغيها وعندها يوجب أو يمنع، وإما أن يبقيها في حالات قليلة يبقيها صراحة. لذلك نجد النصوص التي تقول إن لنا الحق في الفعل الفلاني أو الفعل الفلاني أو الفعل الفلاني قليلة عددا، قليلة عددا. إذن يبقي الحرية والإبقاء يكون صريحا، وما لا يبقيه صراحة هو قد أبقاه ضمنا، هو قد أبقاه ضمنا. إذن المهم أن القانون يأتي بعد الحرية. طبعا أنا لا أتحدث عن أسبقية تاريخية أو زمنية، عقلا القانون، القانون يأتي بعد الحرية.
إذا إن شئت في البدء كانت الإباحة، إن كنا نقصد بالإباحة إمكانية الفعل وعدم الفعل في الوقت نفسه. ثم وهذه الفكرة التي أريد أن أصل إليها، القانون متناهٍ، مهما توسع القانون وأراد أن ينظم الأفعال البشرية فالقانون متناهٍ، والأفعال البشرية ليست متناهية، ليست متناهية. لذلك الأنظمة القانونية، وهنا آتي إلى الحجة الأولى التي تحدث عنها بيرلمان وهي حجة كمال النظام القانوني. إذن القانون متناهٍ والأفعال البشرية ليست متناهية، لذلك في كل نظام قانوني نجد القاعدة التالية، القاعدة التي مفادها أن النظام القانوني نظام كامل. إذن الحجة الأولى، إذن النظام القانوني نظام كامل، إذن قاعدة عامة. إذن ما لم يوجبه المشرع، وما لم يمنعه، وما لم يعطي صراحة الحق في إتيانه وعدم إتيانه، إذن يضع في شأنه قاعدة عامة أنه مباح أو أنه ممنوع أو أنه واجب. قلت أن القاعدة العامة هي الإباحة ليس بالضرورة. لو أخذنا مثلا القانون الإسلامي في إطار العلاقات بين المرأة والرجل، الأصل هو التحريم وليس الإباحة، لأن هنالك ما يدين القاعدة العامة فيها هي الإباحة، لكن هنالك ما يدين يمكن أن تكون القاعدة العامة فيها هي المنع أو الوجوب. المهم النظام القانوني في نهاية المطاف بواسطة هذه القاعدة القانونية العامة يؤطر كل الوقع. من أجل ذلك توجد جريمة إنكار العدالة. إذن القاضي لا يمكنه التذرع بغياب الحكم، لأن هنالك قاعدة عامة تؤطر كل الوقع. لا يستطيع أن يقول أنا لا أحكم هنا، لأنه لا يوجد نص تعلق بالفرض الذي طلب مني أن أقضي فيه. نعم لا يوجد نص خاص، لكن توجد القاعدة العامة. إذن هذا ما يفسر وجود جريمة إنكار العدالة. إذن غير المنصوص على حكمه إذا لم يمكن الوصول إلى حكمه بالأقيسة، وسنرى هذا بعد قليل، فحكمه هو الإباحة، أحيانا يكون الوجوب وأحيانا يكون المنع. من هنا القاعدة التي ذكرتها وهي قاعدة أن الأصل هو الإباحة. إذن المسكوت عنه في نهاية المطاف ليس مسكوتا عنه، حتى حين يسكت المشرع فهو يتكلم، لا وجود لفرض لا حكم له. نعم القانون متناهي، الأفعال البشرية ليست متناهية، لكن كل نظام قانوني يضع قواعد عامة تحكم الفروض التي لم يأتي في شأنها نص خاص. سنرى متى تستعمل هذه الحجة. إذا هذه حجة نستعملها في القانون المدني، إن كنا نكتب في القانون المدني، في القانون الدستوري، إن كنا نكتب في القانون الدستوري، وفي غير ذلك من فروع القانون. إذن هي حجة مشتركة بين جميع أنواع القانون، بين جميع أنواع الاختصاصات القانونية. الحجة الثانية التي تعرض إليها بيرلمان يسميها الحجة النسقية، الحجة النسقية الأرغومون سيستيماتيك، الأرغومون سيستيماتيك. هذه الحجة تتمثل فيما يلي: أن القانون نسق ويؤول بعضه ببعض. القانون يمثل نسقا ويؤول بعضه ببعض. إذن هذه الحجة تنطلق من افتراض مفاده أن القانون منظم، وأن مختلف أحكامه تمثل نظاما يمكن تأويل مكوناته اعتمادا على السياق الذي تنتمي إليه، اعتمادا على السياق الذي تنتمي إليه. سنرى
بعد قليل متى تستعمل هذه الحجة أيضا. طبعا هذه الحجة النسقية تستعمل لو كنا بصدد الكتابة في القانون الدستوري أو في القانون المدني أو في القانون التجاري، إذن دائما نحن أمام حجج مشتركة بين جميع أنواع الخطاب القانوني. حجة أخرى يتناولها بيرلمان كما قلت في كتابه المنطق القانوني ويسميها حجة الاتساق argument à cohérence. ما المقصود بحجة الاتساق؟ المقصود يقول بيرلمان ماهلي، ينبغي أن نحمل المشرع على أنه عاقل، المشرع عاقل، ولا يمكن أن ينظم فرضا واحدا بطريقتين ليستا بمتلائمتين مع بعضهما البعض. إذن في نهاية المطاف هنا نجد ما يسمى بأحكام التعارض. لديك قاعدة وأخرى، يوجد تعارض ظاهر بينهما، هنالك ما يسمح بإزالة هذا التعارض، مثلا بأن تكون القاعدة تقول إن القاعدة الأولى تمثل ما هو خاص والأخرى تمثل ما هو عام، وحين يتعارض الخاص والعام يقدم الخاص. قاعدة وردت في زمان والأخرى في زمان متأخر، ستقول إن الثانية التي تعارض الأولى إن الثانية قد نسخت الأولى، إلى غير ذلك من الأدوات التي تستعمل حين يوجد تعارض بين نصوص القانون. إذن هذه هي حجة الاتساق. إذن لابد من أن نفترض أن المشرع عاقل حين أتى بالقاعدة الأولى والقاعدة الثانية، فلا بد من أنه قد جعل القانون متلائما فيما بينه، ونزيل التعارض بواسطة قواعد معروفة في الكتب، هي قواعد متعددة ومتعددة جدا. يكفي مثلا في شأنها لمن يشتغل على القانون الإسلامي، يكفي أن يذهب إلى كتب الأصول وسيجد كتب الأصول كلها فيها عنوان لمسألة التعارض بين الأحكام، التعارض بين الأحكام وكيفيات إزالة التعارض بين الأحكام، لأنك أحيانا تجد نصا يوجب فعلا ونصا آخر يمنع الفعل نفسه. إذن كيف نتصرف إن وجدنا أنفسنا أمام مثل هذه الحالات؟ إذن هنا تأتي حجة الاتساق. إذن ينبغي أن نفترض أن المشرع عاقل وأنه لا ينظم فرضا واحدا بطريقتين ليستا بمتلائمتين مع بعضهما البعض. طبعا هذه حجة نستعملها ونحن نكتب في القانون الدستوري أو في القانون الإداري أو في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القانون الجزائي، فنحن أمام حجة مشتركة بين جميع أنواع الخطاب. إنشأتم في كتب الأصول يقولون يقسمون التعارض إلى قسمين، تعارض لا تمكن إزالته وتعارض تمكن إزالته، لأن هنالك حالات مهما افترضنا أن المشرع عاقل لا يمكن أن نزيل التعارض الموجود، لا توجد قواعد تسمح بإزالة التعارض. إذن هذا القسم الأول من التعارض، وتأتي كتب الأصول وأيضا كتب القانون الوضعي تأتي بالحلول في هذه الصورة. الحلول من الحلول مثلا أن يتم إسقاط القاعدتين، أن يتم إسقاط القاعدتين. إن شئتم على مستوى نصوص تأويل العقد، على مستوى نصوص تأويل العقد، إذن لا نجد هذه القاعدة على مستوى نصوص تأويل القانون، أي فصل 532 وما بعده من مجلة الإلزامات والعقود، ولكن نجد هذه القاعدة على مستوى فصول تأويل العقد. الفصل 531 يهم هذا الفرد، لديك في عقد محتوى يتعارض مع محتوى آخر، إن كان
التعارض لا تمكن إزالته. الفصل 531 يقول: إذا لم يعطي التفسير حقيقة أو مجازا معنى معقولا مطابقا للقانون بطل الفصل. إذا يسقط النص الذي فيه التعارض. إذا هذا هو القسم الأول من التعارض، وهكذا يفعل كما قلت إن كان التعارض بين قانونين، بين قاعدتين قانونيتين. هذا ما تقوله كتب أصول الفقه في إطار القانون الإسلامي، وهذا ما تقوله كتب النظرية العامة للقانون أو المنهجية القانونية إذا تعلق الأمر بقانون وضعي. ثم الصورة الثانية، التعارض الذي تمكن إزالته، مثلا بالقول إن هذا نص خاص وهذا نص عام، والخاص يقدم، هذا نص ورد في تاريخ وهذا متأخر عنه، إذا الثاني ناسخ للأول، إلى غير ذلك من القواعد التي تجعل القانون متسقا. من هنا تسمية الحجة بأنها حجة الاتساق، argument à cohérence. حجة أخرى يشير إليها فيرلمان هي حجة الخلف أو حجة العبث، l'argument apagogique، l'argument par l'absurde، apagogique. إذن المشرع عاقل لا يمكن أن يقصد من عبارات قانونه معنى يؤدي إلى نتائج ظالمة، إلى نتائج ليست معقولة. لن نستعمل هذه الحجة ونحن نشتغل على نصوص في القانون الدستوري أو الإداري أو المدني أو التجاري. بل ينبغي دائما أن نأخذ المشرع على أنه عاقل لا يمكن أن يقصد من عبارات قانونه معنى، وهذا المعنى يؤدي إلى نتائج ليست منطقية، إلى نتائج ظالمة. حجة أخرى يشير إليها بيرلمان وهي الحجة الاقتصادية، l'argument économique، l'argument économique. ما المقصود بالحجة الاقتصادية؟ حين يحتمل كلام العاقل معنيين، والمقصود هنا هو المشرع، يحتمل معنيين. الأول يؤدي إلى أن يكون في هذا الكلام تكرار دون فائدة، والثاني يؤدي إلى أن لا يكون هنالك تكرار. إذا ينبغي هنا أن نقول إن المعنى الأول هو المحتمل كونه قد قصد من المتكلم، إذا الأقرب لقصد العقل هو المعنى الذي ليس فيه تكرار. إذا في كتب إذا نشأتم الحجة على المعنى هي إذا الحجة على أن المشرع لا يكرر، إذن الحجة هي الحجة الاقتصادية، العاقل يقتصد. في كتب أصول الفقه يتحدثون عن قاعدة الإفادة أولى من الإعادة والتأسيس خير من التأكيد. في كتب المنهجية الغربية يتحدثون عن مبدأ عدم التكرار، عن مبدأ عدم التكرار. إذن العاقل لا يكرر دون فائدة، العاقل يقتصد. ومن هنا تسمية الحجة بالحجة الاقتصادية. أعطيكم مثال بسرعة، الفصل 45 من مجلة الالتزامات والعقود، الفصل 45 لو كنا نشتغل على الفصل 45 من مجلة الالتزامات والعقود، أضعه أمامكم هذا النص. إذا نحن نشتغل في إطار القانون المدني، وتحديدا نشتغل على الفصل 45 من مجلة الالتزامات والعقود، سنجد أن هذا النص يقول ما يلي، يتحدث عن صور الغلط في الشيء ويقول ما يلي. الفصل 45 أضعه أمامكم، يقول ما يلي 45: الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد. النوع هو وصف ذاتي، النوع وصف ذاتي. إذا وكأن النص قال الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في وصفه الذاتي أو في وصفه الموجب للتعاقد.
أو في وصفه الموجب للتعب. عبارة وصفه تحتمل معنيين، الوصف الذاتي والوصف العبر. لو أعطيناها المعنى الأول والثاني ستكون عبارة وصفه بمثابة التكرار لعبارة النوع. إذن ينبغي أن نحمل المشرع على أنه عاقل وأنه لا يكرر، وحين نفعل سنعطي عبارة وصفه في الفصل 45 معنى وصفه العرضي، معنى وصفه العرضي، أي النص قال: الغلط في الشيء ثلاث صور، الصورة الأولى غلط في ذات الشيء، والصورة الثانية غلط في الوصف الذاتي للشيء، والصورة الثالثة غلط في الوصف العرضي للشيء. هكذا لن يكون ثم تكرار في النص. إذن هذا التأويل أو هذا المعنى الذي وصلنا إليه من الفصل 45 هو معنى بني على الحجة الاقتصادية، على مبدأ عدم التكرار، على مبدأ عدم التكرار. إذن العاقل يحمل على أنه لا يكرر دون فائدة. وطبعا عندها الموجب للتعاقب سوف لن تعود إلا إلى الوصف العربي، يعني الوصف الذاتي من الطبيعي أن يكون موجبا، أن يكون موجبا للتعاقب. على كل هذا تفصيل لا يهمنا فيما نحن بصدده. إذن هذه حجة ثانية أو حجة خامسة عفوا يتناولها بيرلمان في كتابه المنطق القانوني. حجة أخرى حجة طبيعة الأشياء، الأرجومنت ناتوراليست. مفاد هذه الحجة ما يلي: ألا يطبق القانون في وضعيات خاصة إن كان تطبيقه يتنافى مع طبيعة الأشياء، تطبيقه يتنافى مع طبيعة الأشياء. الحجة الموالية هي الحجة النفسانية، الأرجومنت بسيكولوجيك، ويقصد بها أن نصل إلى معنى القانون من خلال فهم معناه الموجود في الأعمال التحضيرية. إذا نفهم القانون بواسطة الأعمال التحضيرية. الفصل 532 من مجلة زمن العقود يقول: نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضي عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال والمراد وضع القانون، وما أراده المشرع وما قصده المشرع. قصد المشرع نصل إليه من طرق متعددة، منها الرجوع إلى الأعمال التحضيرية. وهنا نكون أمام ما يسمى بالحجة النفسانية، الأرجومنت بسيكولوجيك. وطبعا النص هو في القانون المدني، في القانون التجاري، في القانون الدستوري. إذن نستعمل للوصول إلى معناه ما يسمى بالحجة النفسانية. إذن نحن أمام حجة مشتركة بين جميع أنواع الخطاب القانوني. حجة أخرى هي حجة روح وغاية القانون، الأرجومنت تيليولوجيك. مفاد هذه الحجة ما يلي: نستخرج نية المشرع لا من الأعمال التحضيرية كما الشأن مع الحجة السابقة، بل من خلال تحديد ما الذي يمثل روحا للقانون، ما الذي يمثل علة غائية وراء هذا القانون، علة غائية لهذا القانون. الحجة الموالية هي الحجة التاريخية، الأرجومنت هيستوريك. إذن لدينا قانون قديم وجاء قانون جديد، إذن لم يغير الجديد صراحة القديم، إذن نقول بأن القديم ما زال منطبقا، ما زال ساليا، الأصل بقاء ما كان على مكان. إذن هذا ما يسمى إن شئتم في إطار كتب أصول الفقه بالاستصحاب أو نوع من أنواع الاستصحاب. طبعا نحتاج إلى هذه الحجة في القانون المدني، في القانون التجاري، وفي غير ذلك من فروع القانون. إذن نحن أمام حجة مشتركة نستعملها ونحن نكتب في القانون المدني ونحن نكتب في القانون الدستوري إلى غير ذلك من فروع القانون. الحجة الموالية حجة قياس الأولى، لربما الفورسيوري، سأعود إليها بعد قليل. حجة قياس المثل، لربما أنالوجيك. وحجة قياس العكس، لربما الكونتراريو، سأعود إلى هذه الحجج بعد قليل. الحجة الموالية التي يتحدث عنها بيرلمان حجة العام، ولكن ينبغي أن نضيف، يعني النص نص القانون قد يكون عاما، كيف نعطيه معنى؟
ينبغي أن أضيف النص المطلق، هناك فرق بين العام والمطلق. نص القانون قد يرد مطلقا، كيف نصل إلى معناه؟ نص القانون قد يتمثل في أمر، كيف نصل إلى معنى صيغة أمر؟ نص القانون قد يتمثل في نهي، كيف نصل إلى معنى النهي؟ نص القانون قد يتمثل في جملة شرطية، كيف نصل إلى معنى الجملة الشرطية؟ نص القانون قد يتمثل في جملة استثناء، ما هي الحجج التي تستعمل للوصول إلى معنى هذه الجملة؟ وهكذا مع بقية أنواع الصيغ على الأقل التي تتكرر في القوانين، سواء كانت مدنية أو دستورية أو جزائية أو غير ذلك. ثم الحجة الموالية هي حجة السلطة، l'argument d'autorité، أو الحجة السلفية. طبعا هذه هي أهم الحجج التي تناولها بيرلمان في كتابه المنطق القانوني، وكما تلاحظون فهي حجج يستعملها الذي يكتب أطروحة في القانون المدني، والذي يكتب أطروحة في القانون الدستوري أو في القانون الإداري وفي غير ذلك. متى تستعمل هذه الحجج؟ القانون نادرا ما يكون واضحا. القانون في أغلب الحالات إما فيه غموض أو فيه سكوت. إذن حالتان تستدعيان التأويل. إذن لديك نص، النص غالبا ما يكون إما غامضا وإما ثم مسألة سكت عنها. إذن ما المقصود بالغموض؟ الغموض هكذا يعرف، l'ambiguïté هكذا تعرف. لدينا تعبير: إن وضعته في سياق فله معنى، حين تستعمله في سياق آخر فله معنى مختلف. إذن هذا هو التعبير الغامض. التعبير الغامض قد يكون لفظا مفردا وقد يكون تركيب ألفاظ. المهم أن التعبير الغامض هذا هو التعريف. التعبير الغامض هو التعبير الذي له أكثر من معنى في سياقات مختلفة. أهم التعابير الغامضة التي تتكرر في القوانين بمختلف أنواعها، مدني، تجاري، دستوري إلى آخره، اللفظ المشترك، أي اللفظ الذي له أكثر من معنى وضعي مختلف. لذلك حين تستعمله في سياق فأنت تقصد منه معنى، واللفظ نفسه في سياق آخر إن استعملته قد تقصد منه معنى مختلف. إذن هذه اللفظ المشترك يتكرر كثيرا في القوانين بمختلف فروعها. إذن لابد من أن نتعلم كيف نصل إلى معنى، ما هي الحجة التي نستعملها للخروج بمعنى. التمشي أو الحجة هي التالية: أولا نبحث عن قصد صاحب النص من نصه، مثلا في الأعمال التحضيرية أو في جزء آخر من القانون. إذن الخطوة الأولى هي أن نبحث عن قصد المشرع من اللفظ المشترك. إن وجدنا ما قصده الشارع نعطي اللفظ المشترك المعنى الموافق لهذا القصد. طبعا القصد قد نجده في الأعمال التحضيرية، قد نجده في روح وغاية القانون، قد نصل إليه بالتخمين. المشرع عاقل وهذا المعنى يؤدي إلى نتائج ظالمة، والمعنى الآخر لا، يؤدي إلى نتائج عادلة. إذا العاقل لابد من أنه يقصد المعنى الثاني، لأنه يريد النتائج العادلة لا النتائج الظالمة. إذا طرق مختلفة نصل من خلالها إلى قصد الشرع. المهم إن كنا أمام تعبير مشترك ووجدنا قصد الشرع، فينبغي أن نعطي هذا التعبير المعنى الذي يوافق القصد. لكن أحيانا نبحث ولا نجد القصد، عندها ماذا نفعل؟ عندها نهمل اللفظ. ليس لدينا حل آخر. ذكرت لكم أن هذه القاعدة
موجودة فيما يخص تفسير العقد الفصل 531، وليست موجودة في الفصل 532 وما بعده، أي في نصوص تأويل القانون، ولكن لابد من القول بها، لأنه لديك تعبير له معنى أول ومعنى ثاني متساويان، ولا يمكن أن يكون الشارع قد قصدهما معا، لابد من أنه قصد واحد. أنت بحثت فلم تجد أيهما قصد. لو قلت بالمعنى الأول سيكون هذا تحكم، لو قلت بالمعنى الثاني سيكون هذا تحكم، إذا أنت مضطر لإهمال اللفظ. إذا صورة أولى للتعبير الغامض، والتعبير الصورة الأولى هي لللفظ المشترك، وهو يتكرر كثيرا في القانون. يكفي أن أفتح أمامكم الآن أي مجلة قانونية وسترون أني أستطيع أن أجد تقريبا في كل فصل لفظ مشترك أو أكثر. بل لابد من أن نتعلم هذه الطريقة في إعطاء التعبير المشترك. أنا بصدد إجابتك عن سؤالك الذي طرحته علي في البدء. ثم هنالك تعبير يكون له معنى وضعي وله في الوسط القانوني معنى مختلف، أي له معنى عرفي، وأحيانا هذا التعبير يكون له معنى ثالث، معنى خاص بالمشرع وهو معنى قانوني. لأن أحيانا نجد أنفسنا أمام التعبير له معنى بحسب وضع اللغة وله معنى في الوسط القانوني. مثلا خذوا عبارة الجنحة، لها معنى وضعي، الجنحة في اللغة العربية هي الإثم، في الوسط القانوني الجنحة هي فعل يلحق عن قصد ضررا بالغير. إذا هذا معنى عرفي. أحيانا تجد اللفظ له لا فقط معنى وضعي وعرفي، بل له في القانون معنى خاص، أي ليس العرفي وليس الوضعي. هذا النوع من التعبير يتكرر في القوانين. طريقة التعامل معه هي التالية: نعطيه المعنى الوضعي إذا لم يكن المتكلم من أهل العرف، ونعطيه المعنى العرفي إن كان المتكلم من أهل العرف، وطبعا نعطيه المعنى التشريعي لو كان المتكلم هو المشرع. إن شئت أبسط لكم، لدينا عبارة لها معنى في اللغة العربية في الفصحى، في اللغة العربية الفصحى، ولها معنى في لدى التونسيين. لو أن المتكلم ليس من أهل العرف سنعطيها المعنى الوضعي، لو أنه تونسي سنقول الأرجح أنه قصد المعنى العرفي، المعنى العرفي. وقيس هذا حين يتعلق الأمر بعرف في الوسط القانوني، سترون أن الوسط القانوني يأخذ عبارات كثيرة ويعطيها معنى خاص به، المال عند الناس شيء وفي الوسط القانوني شيء مختلف. لو أن المتكلم قانوني سنقول أنه قصد من المال المعنى المعروف في الوسط القانوني، لو أنه ليس من الوسط القانوني سنعطيها المعنى الوضعي لأنه أقرب لأن يكون هو المقصود من المتكلم. إذا نبحث بعد ذلك، نبحث عن القصد، إن عثرنا عليه نعطي الكلام المعنى الموافق للقصد. القصد قد نجده في الأعمال التحضيرية، قد نجده في نص آخر، وحين لا نعثر على القصد نبقى مع المعنى المتوصل إليه، أي إما المعنى الوضعي أو المعنى العرفي أو المعنى القانوني بحسب الحالات. لأنه أحيانا كما قلت التعبير له معنى في الوضع وله معنى في الوسط القانوني، ثم يأتيك الشارع ويستعمل التعبير في معنى ثالث. إذا تبحث عن قصد وجدت أنه قصد المعنى الأول تعطي المعنى الأول، الثاني الثالث، لم تجد القصد عندها تعطي المعنى الذي وصلت إليه في المرحلة الأولى. المتكلم من أهلي ليس من أهل العرف وليس مشرع، إذا الراجح أنه قصد المعنى الوضعي. المتكلم من الوسط القانوني الراجح أنه قصد المعنى الموجود في الوسط القانوني، وهكذا.
أيضا تعبير آخر أو تعابير أخرى تتكرر كثيرا، إذا هذه يمكنك أن تجد في سطر في القانون مطلق وعام وأمر ونهي، كيف يتعامل مع المطلق والعام والأمر والنهي. إذا نعطي المطلق المعنى الوضعي، نعطي العام المعنى الوضعي، نعطي الأمر المعنى الوضعي، نعطي النهي الأمر الوضعي. إن شئتم المعنى الوضعي للمطلق على اختلاف في ذلك وتفصيل يحتاج إلى ساعات، ولكن أقول في جملة، المعنى الوضعي للمطلق هو الإطلاق. المعنى العام، المعنى الوضعي للعام هو العموم. طبعا بالنسبة إلى المطلق معناه الوضعي هو قلت الإطلاق أي العموم، أحيانا يكون بدليا وأحيانا يكون شموليا، بل ينبغي أن ننتبه. ثم العام عمومه دائما شمولي، إذن هذا هو المعنى الوضعي. ثم بعد ذلك نبحث عن القصد، إن وجدنا القصد نعطي الكلام المعنى الموافق للقصد، إن عموما أو خصوصا، إن إطلاقا أو عدم إطلاق. بالنسبة للأمر معناه الوضعي هو الوجوب، لكن أحيانا لا يقصد منه الوجوب. النهي معناه الوضعي هو المنع، لكن أحيانا لا يقصد منه المنع. المهم إذا وجدنا قصد الشارع من التعبير المطلق أو التعبير العام أو التعبير الذي يمثل أمرا أو نهيا، فنعطي التعبير المعنى الموافق لما قصده الشارع. إن لم نجد نعطي المعنى الذي توصلنا إليه بعد، أي نعطي المعنى المطلق للمطلق، المعنى المتمثل في العموم الشمولي إن كنا أمام عام، وهكذا بالنسبة إلى النهي المعنى المتمثل في المنع، بالنسبة إلى الأمر المعنى المتمثل في الوجوب، المعنى المتمثل في الوجوب. إن شئتم بسرعة سأخذ المطلق ليقول لكم إن القاعدة موجودة في مجلة التزامات العقود، وتحديدا في الفصلين 500، إذا ما كنت بصدده من تمشن موجود في فصلين في مجلة الالتزامات والعقود، هما 532 من جهة و 533 من جهة أخرى. اقرأوا معي 532، نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضي عبارته بحسب وضع اللغة. لو أننا بصدد نص يمثل مطلقا، ما المعنى الوضعي للمطلق؟ المعنى الوضعي للمطلق هو الإطلاق، أو عرف الاستعمال هنا لا عرف، أو مراد المشرع. لو أراد المشرع من المطلق الإطلاق سنعطي الإطلاق، لو أراد عدم الإطلاق لن نعطي الإطلاق. إذن حين نعثر على القصد فنعطي المعنى الموافق للقصد. ثم يأتي الفصل 533 ليقول إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها. إذن في نهاية المطاف قاعدة الفصل 533 ماذا تقول لنا؟ هي مجرد تطبيق من تطبيقات 532، تحديدا جزءه الأول، أعطوا التعبير المعنى الوضعي، والمعنى الوضعي للمطلق هو الإطلاق. طبعا مع تفصيل آخر، لأن هنالك من يقول إن المعنى الوضعي للمطلق ليس الإطلاق، هو شيء آخر، لكن هذا يحتاج كما قلت إلى وقت طويل لتناوله. أعود إلى حالات، إذا هذه حالات الغموض، أهم حالات الغموض. الآن حالات سكوت المشرع، حالات فراغ القانون، للاكون دون لوا. وطبعا يمكن أن نجد إن شئتم كلما تكلم المشرع سكت، لأنه حين يتناول الفرض في النص الذي تناول فيه الفرض يكون قد سكت عن الفرض النقيض، والفرض النقيض قد تجد له حكما في نص آخر، إذن يتكلم عنه نص آخر، ولكن أحيانا لا تجد هذا النص الآخر. إذن إن شئت، وهذا ما أقوله لطلبة السنة الأولى حين نتناول مسألة سكوت المشرع، أقول لهم مالي إن المشرع كلما تكلم سكت، لكي تبقى هذه الفكرة في أذهاني، لأنه حين يتكلم هو يأتي بفرض، إذا يسكت عن الفرض النقيض، إذا كلما تكلم يسكت. إذا دائما نحن في مواجهة فراغات القانون، ورأينا حجة
كمال النظام القانوني التي تناولها بيرلمان في كتابه. إذن فراغ القانون نتعامل معه بهذه الطريقة. في مرحلة أولى نبحث عن نية المشرع في مكان آخر من القانون، في الأعمال التحضيرية إلى آخره. في مرحلة ثانية إن لم نجد القصد في هذه الأماكن، نعمد إلى الأقيسة، فنبدأ بقياس الأولى، نجرب قياس الأولى. إذا مرحلة أولى، إن أعطتنا الحكم انتهى عملنا. المرحلة الأولى إن لم تعطنا الحكم، عندها نضطر إلى المرور إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة أعمال الأقيسة. أول قياس يجب أن نبدأ به هو قياس الأولى، لأن هنالك من يأتي ويجرب يذهب مباشرة إلى قياس العكس. لا، ينبغي أن نبدأ بقياس الأولى. إن لم يعطنا قياس الأولى شيء، عندها نجرب قياس المثل. إن أعطانا قياس المثل الحكم انتهى عملنا. إن لم يعطنا عندها نذهب إلى قياس العكس. وحين نذهب إلى قياس العكس سنصل بالضرورة إلى حكم، سينتهي بالضرورة عملنا. وفي إطار قياس العكس ينبغي أن نفرق بين الجمل التي لها مفهوم والجمل التي ليس لها مفهوم. الجمل التي لها مفهوم جملة الشرط، جملة الغاية، جملة أو جمل الحصر ومنها جملة الاستثناء. الجمل التي ليس لها مفهوم هي الجملة الوصفية والجملة اللقبية والجملة العددية. بل ينبغي أن نتعلم ما الجملة الشرطية، ما الجملة الغائية، ما جمل الحصر، ما جمل الوصف، ما جمل اللقب، ما جمل العدد. وهذه الجمل مستعملة كثيرا في نصوص القانون المدني أو التجاري أو الدستوري الداخلي. إذن حين تصل النوبة إلى قياس العكس لابد عندها من أن نحدد الجملة التي نشتغل عليها. إن كانت شرطية، إذن الشرطية لها مفهوم، بمعنى أنه حين ينتفي الشرط ينتفي الحكم. بعبارة أخرى، الذي قال جملة شرطية قال أتى بجملتين، أتى بجملتين، ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط، وهذا هو المنطوق به. والذي لم ينطق به ولكنه قصده انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. لذلك يقولون إن الجملة الشرطية هي جملة لها مفهوم، وكذلك جملة الغاية، وكذلك جمل الحصر، ومن أهمها جملة الاستثناء. وجمل الحصر وجملة الاستثناء نجدها كثيرا في نصوص القوانين. ثم هنالك جمل لا مفهوم لها، مثل الجملة الوصفية والجملة اللقبية والجملة العددية. وفي هذه الصورة سنطبق على الفرد المسكوت عنه. إذا انشأتم الجملة التي لها مفهوم، لدينا فرض وله حكم، نقيض الفرض يعطى نقيض الحكم. التي ليس لها مفهوم المسكوت عنه لا نعطيه نقيض حكم المنطوق به، بل نعطيه الحكم الذي يمثل أصلا. وهنا نعود إلى الأصول التي تعرضت إليها، وأهمها الإباحة. لن يحدث هنا نستعمل الحكم العام، القاعدة العامة المتمثلة في أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن هذا بسرعة إن شئتم حديث عن مختلف الحجج التي نحتاجها لكي نكتب أطروحة في هذه النقطة أو تلك من القانون المدني، في هذه النقطة أو تلك من القانون الدستوري، في هذه النقطة أو تلك من القانون الإداري وغير ذلك من فروع القانون. لست أدري إن كان الأمر واضحا إلى هذا الحد. إذا الأطروحة تتمثل في أن نأتي بحجج، وهذه الحجج مشتركة
بين جميع أنواع الخطابات القانونية، وأيضا تتمثل في أن نأتي بحجج، وهذه الحجج مشتركة بين جميع أنواع الخطاب. رأينا الحجة المتمثلة في التعريف، المتمثلة في القياس وفي غير ذلك، لكن الأطروحة هي حجاج من نوع ثان، هي حجاج على فكرة داخل المادة القانونية. إذا ما كنا بصدده هو الحجاج على المادة القانونية التي سنأتي بها. الآن سنمر إلى الحجاج على الفكرة داخل المادة القانونية، سنمر إلى ما يسمى بالإشكالية، سنمر إلى ما يسمى بالإشكالية. إذن نسيت أن أضع إلى المشترك والعام والمطلق والجملة الشرطية. إذن هذه الألفاظ والجمل نجدها في النصوص التي تحمل فكرة الغير، أي في النصوص الفقهية أو في النصوص القضائية. إذن تأويلها سيمثل الجانب الهرمينوتيقي من الأطروحة، إذن ويخضع للمنهج نفسه الذي كنت بصدده، والمعنى المستخرج بواسطة المنهج نسبته إلى صاحب النص، أي إلى مشرع أو فقيه أو محكمة، هي نسبة ظنية. أي حين نقول المتكلم الذي هو مشرع أو فقيه قصد المعنى الفلاني، إذن هذه قضية، هذه قضية ظنية، هذه قضية ظنية، لا يمكن في المجال الذي نحن بصدده أن نصل إلى اليقين، لأننا نتعامل مع نص مصاغ في اللغة الطبيعية، وأقصى ما يمكن الوصول إليه فيما يتعلق بهذا النوع من النصوص، لسنا أمام نصوص كتبت بلغة صورية كنصوص الرياضيات والمنطق الرمزي. نحن نتعامل مع نص لمشرع أو نص لفقيه أتى بفكرة أو نص لمحكمة، إذن مصاغة باللغة الطبيعية. النصوص المصاغة باللغة الطبيعية أقصى ما يمكن أن نصل في شأنها على مستوى معانيها هو الاتيان بما هو ظني القصد من صاحب هذه النصوص. إذن نحن أمام ظنيات، لسنا أمام ما هو خاطئ وصحيح، لكن لسنا أمام التحكم، أي أنا أعطي المعنى الذي أشاء وأنت تعطي المعنى الذي تشاء. نحن أمام ما هو محتمل وما هو غير محتمل. إذن لسنا في ميدان الصحيح والخاطئ، لسنا في ميدان التحكم والنسبية ولكل تأويله، نحن في ميدان المحتمل وغير المحتمل. إذن وهذا الميدان يحكم جانبا هاما من حياتنا، ويحكم أيضا جانبا هاما من معارفنا. هل أمر واضح؟ إذن قبل أن أمر إلى الإشكالية، إذن إن شئتم الغموض نحتاج إلى، إذا سأربط ما جاء عند فيرمان بما أتيت به منذ قليل من أن التأويل يتم في حالتين، الغموض والفراغ. إذا على مستوى الغموض نحتاج إلى الحجة النسقية، نحتاج إلى حجة الاتساق، نحتاج إلى حجة الخلف، نحتاج أحيانا إلى حجة الاقتصادية، إذا بحسب الحالات نحتاج إلى الحجة النفسانية، إلى حجة العام والمطلق والأمر والنهي، ونحتاج إلى حجة السلطة. إذن صور الغموض نستعمل في شأنها مختلف هذه الحجج. الآن صور الفراغ ما هي الحجج التي نستعملها؟ إذن الغموض، تحدث فيرمان عن النسقية، عن الاتساق، عن الخلف، عن الاقتصادية، النفسانية، العام إلى آخره، وأعطيتكم تعريفات سريعة. في حين نكون أمام صور غموض نحتاج إلى واحدة أو أكثر من هذه الحجج بحسب الحالات، بحسب الحالات. هكذا يصبح النص كما سألتني زميلتكم قبل أن نبدأ الحصة، إذا أريد أن لا أكتب أطروحة وصفية. إذا هكذا تكون الأطروحة، ليست وصفية على مستوى المادة. أنا تناولت في الحصة الأولى كيف نكون الأطروحة لها جانب هرمينوتيقي وجانب هوليستيقي. إن أتينا بالجانبين
سننتج معرفة، سيكون دورنا إيجابيا في إنتاج المعرفة. إذن هذا ما يجعل إتياننا بالمادة لنا دور إيجابي فيه، وسنرى أنه من خلال الإشكالية يكون دورنا أيضا إيجابي في الإتيان بالمعرفة. أمر إلى الحجج التي أتى بها بيرلمان وأربط ما يهم منها حالة السكوت. إذن في حالة السكوت المشرع في صورة الفراغ التشريعي نحتاج إلى حجة كمال النظام القانوني، يعني هي المسلمة التي ستجعلنا نكمل النقص. نحتاج إلى الحجة النسقية، إذن هو سكت هنا وتكلم هنا، إذن سنسد الفراغ بواسطة النص الثاني الذي تكلم في المسألة. هكذا يكون القانون فيه يؤول بعضه ببعض. نحتاج إلى حجة الاتساق، نحتاج إلى حجة الخلف أحيانا، نحتاج إلى الحجة النفسانية، إلى حجة روح القانون، إلى الحجة التاريخية، ونحتاج خاصة إلى الأقيسة، أي إلى قياس الأولى والقياس المثلي والقياس العكس. إن شئت على مستوى الأقيسة، المثال المدرسي الذي نجده في مختلف كتب المنهجية الغربية هو التالي. لدينا نص يتعلق بالنقل الحديدي، يقول ما يلي النص: حمل الكلاب ممنوع، حمل الكلاب ممنوع. جاءنا مسافر يحمل دبا، النص سكت. جاءنا مسافر يحمل حقيبة كبيرة جدا، النص سكت. ما الحكم؟ جاءنا مسافر يحمل حقيبة عادية، النص سكت عن الحقيبة العادية. إذن نحن أمام فراغ فيما يخص الفرض الأول والثاني والثالث. بالنسبة إلى الفرض الأول، نسد الفراغ بواسطة قياس الأولى، إذن نبحث عن غاية القانون من منعه للمسافرين أن يحملوا كلابا. الغاية هي أن الكلاب تقلق راحة المسافرين. الدب أشد على هذا المستوى من الكلب، من باب أولى أن نمنع حمل الدببة. الحقيبة الكبيرة جدا هي مثل الكلب، تقلق راحة المسافرين، إذن بواسطة قياس المثل سنصل إلى سد الفراغ. الحقيبة العادية ليست أولى بالحكم ولا هي مثل. هنا نحتاج إلى قياس العكس، وهنا ينبغي أن ننظر إلى الجملة التي جاء فيها منع حمل الكلاب، هل هي من الجمل التي لها مفهوم أم هي من الجمل التي ليس لها مفهوم؟ وبحسب الحالات يكون الحكم، بحسب الحالات يكون الحكم. لست أدري إن كنت واضحا. إذن أمر الآن إلى العنوان الموالي، وهو إذن أيضا نحتاج فيما يخص الفراغ إلى حجة السلطة أحيانا، إلى حجة السلطة. إذن سكت القانون والفقيه الفلاني المختص في هذا القانون قال بأن حالة السكوت حكمها كذا، إذن هكذا نكون قد استعملنا حجة السلطة. إذن تستعمل حجة السلطة في صور الغموض وفي صور الفراغ. أمر إلى العنوان الموالي، إذن مرحلة إيجاد المضمون هي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية مرحلة ترتيب المضمون، والمرحلة الثالثة مرحلة التعبير عن المضمون. في المرحلة الأولى قسمنا المرحلة الأولى إلى مضمون المضمون ومصدر المضمون. نحن ما زلنا في مضمون المضمون، تناولنا الاستدلال والحجاج على مادة قانونية، ونمر الآن إلى باء، إلى الاستدلال والحجاج على فكرة داخل المادة القانونية. أي نمر إلى مسألة الإشكالية، نمر إلى مسألة الإشكالية. ما الذي يمثل إشكالية وما الذي لا يمثل إشكالية؟ إذن حين نقرأ كتب المنهجية القانونية، حين نقرأ
كتب الخطابة القرنية حول الأطروحة. حين نقرأ كتب المنهجية القرنية حول الأطروحة ماذا نجد؟ نجد أن قطب الأطروحة يتمثل في الإشكالية. قطب الأطروحة يتمثل في الإشكالية. إذن سنتناول ما هي؟ كيف نستخرج إشكالية؟ ثم كيف نستخرج الفائدة من الإشكالية؟ ثم كيف نضع انطلاقا من الإشكالية ما يسمى بفرضية العمل هيبوتيز دو ترافال. إذا سأقسم باء هذا العنوان إلى نقطة أولى لاستخراج الإشكالية، ونقطة ثانية للفائدة من الإشكالية، ونقطة ثالثة لفرضية العمل أي للجواب على الإشكالية. إذا واحد استخراج الإشكالية، ومن بعد ذلك اثنين ستكون لاستخراج الفائدة من الإشكالية، ونقطة ثالثة لاستخراج الجواب على الإشكالية أي ما يسمى بفرضية العمل. نبدأ باستخراج الإشكالية. إذا حين نقرأ المؤلفات حول منهجية الأطروحة سنجدها تؤكد على ما يلي: الأطروحة عمل يسعى إلى إثبات شيء. الأطروحة عمل يريد إثبات شيء. السؤال عن الإثبات، السؤال عن إثبات الشيء هو ما يمثل الإشكالية، هو ما يمثل الإشكالية. إذن مفهوم الأطروحة مقترن بمفهوم الإشكالية. فإذا لم يوجد سؤال عن إثبات شيء، أي إذا لم توجد إشكالية، هل ستوجد أطروحة؟ لا. إذا لم يوجد سؤال حول ثبوت شيء، إذا لم توجد إشكالية، لن يوجد جواب في الثبوت أو عدمه، أي لن توجد أطروحة. أحيانا نظن أنفسنا كتبنا أطروحة، وفي الحقيقة نحن كتبنا شبه أطروحة. إذا لنوجد إشكالية حقيقية عندها نكون أمام أطروحة. إن لم توجد إشكالية أو كانت الإشكالية ليست حقيقية، أي في نهاية المطاف غير موجودة، نظن أنفسنا كتبنا أطروحة، والحال أن لم نكتب أطروحة. إذن الأطروحة هي جواب على إشكالية، لا إشكالية. إذن نحن أمام ما لا يمثل أطروحة، ما لا يمثل أطروحة. رأينا سابقا أنه حين نتعلم إيجاد المادة القرنية واستعمال الحجج بمختلف أنواعها، الحجج المشتركة بين جميع أنواع الخطاب، والحجج المشتركة بين جميع أنواع الخطاب القرني، كل هذا يجعلنا منتجين إيجابيين للمعرفة وليس مجرد ناقلين لمعارف غيرنا. الشيء نفسه ينبغي أن يقال على مستوى الإشكالية، فوجودها يعني بدوره أننا ستكون لنا وظيفة إيجابية في إنتاج المعرفة، سنكون إيجابيين وفاعلين، ولن نكون متلقين سبيل، لأنه في نهاية المطاف المادة القرنية يمكن أن أشتغل عليها أنا وأن تشتغل عليها أنت. أنا أدخلها بإشكالية فأصل بها إلى نتائج، وأنت تدخل عليها بإشكالية ثانية وتصل إلى نتائج مختلفة. لذلك يمكن لمادة قرنية واحدة أن يشتغل عليها واحد واثنان وثلاثة وعشرة، وتكون الإنتاجات مختلفة.
لأن الإشكاليات التي صدر عنها الأول ليس التي صدر عنها الثاني أو الثالث إلى آخره. إذن في نهاية المطاف ما يجعلنا منتجين إيجابيين للمعرفة ولسنا مجرد ناقلين لها ليس فقط المادة القانونية واستعمال الحجج ولكن أيضا الإشكالية. أيضا الإشكالية هذا الكلام مجمل، والمجمل ينبغي التفصيل فيه. هذا التفصيل سآتي به انطلاقا من مواضيع أطروحاتكم. أنا قرأت مختلف المواضيع فوجدت ما يلي. وجدت أن بعضكم موضوعه مصاغ في قالب جملة ناقصة. إذن هذا نوع أول، حماية المبلغين عن الفساد بالقانون التونسي. أقرأ العنوان الأول، التثمين الطاقي إلى آخره لمادة المرجين، الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إلى آخره. إذن هذا نوع أول من المواضيع التي صياغتها تتمثل في جملة ناقصة. النوع الثاني هو الموضوع الذي صيغته تتمثل في مفهوم عطف على الآخر، في مفهوم عطف على الآخر. مثلا أول موضوع اعترضني باللغة الفرنسية arbitrage et droit de la défense. إذن مفهوم التحكيم عطف على مفهوم آخر هو حقوق الدفاع، الإعلام والاتصال السياسي وتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. إذن هنا مفهوم أول وثاني وثالث جمع بينهما، عطف بينهما بواسطة الواو. l'agriculture et les nouvelles technologies، l'état d'accueil et l'investissement étranger، وهكذا. إذن نوعان من الصياغات سأتناول الأشكال في إطار الصياغة الأولى، أي استخراج الإشكالية في إطار لو أن موضوعنا من النوع الأول جملة ناقصة، وسأتناول الإشكالية لو أن موضوعنا هو مفهومان أو أكثر عطف الواحد منهما على الآخر بواسطة حرف العطف الواو. إذن نبدأ بالموضوع الذي يمثل جملة ناقصة. إذن من شأن الإيجاد مادة قانونية وفكرة تحكم المادة القانونية. المهمة الأولى المطلوبة منا في أطروحة أن نوجد مادة قانونية وأن نوجد فكرة تحكم المادة القانونية. لو أن الإيجاد الأول حصل كما ينبغي سنقدم معرفة لنا دور إيجابي فيها، والشيء نفسه على المستوى الثاني. إذا المادة القانونية أي تفكيرنا، تأليف حجج وفق قواعد معينة للوصول إلى نتائج، أو أن نأتي بتفكير غيرنا تحليله وتفنيده إن استدعى الأمر ذلك. ثم فكرة تحكم المادة القانونية. إذا سيكون دورنا على المستوى الأول إيجابي، ودورنا أيضا على المستوى الثاني إيجابي. إذن الذي يجعلنا نقوم بعمل دورنا فيه إيجابي هو المادة القانونية والفكرة داخل المادة القانونية. طبعا المادة القانونية لو أتينا بها على النحو الذي تناولناه في المحاضرات السابقة، إن تعلق الأمر بتفكير خاص بنا، إذن تأليف الحجج وفق طرق معينة للانتهاء بها إلى نتائجنا. وإن أتينا بتفكير غيرنا لدينا أدوات تأليف التفكير، إذن لدينا أدوات تحليل وتفكير أجنبي عنا. إذن لن نكون ونحن ننقل تفكير غيرنا لن نكون سلبيين، سيكون دورنا هو التفكيك، دورنا هو التحليل، أي رد تفكير غيرنا إلى مفرداته. ثم ربما بعد أن نرده إلى مفرداته لا يقنعنا هذا التفكير، إذن سنفند هذا التفكير. إذن في نهاية المطاف سيكون دورنا في
في إنتاج المعرفة دور إيجابي. لن تكون الأطروحة كما سألتني زميلتكم، لن تكون وصفية، لن تكون وصفية. الوصفي حين نقول هذا وصفي أي دورنا كان سلبيا، لا، حين نأتي بالمادة كما ينبغي سيكون دورنا إيجابي. وطبعا إن نحن دخلنا هذه المادة بفكرة حقيقية سيكون دورنا إيجابي في إنتاج المعرفة. إذن أبدأ بالموضوع الذي يمثل جملة ناقصة، كيف تتم أشكالة هذا النوع من المواضيع، ومن بعد ذلك أمر إلى الموضوع الذي هو مفهوم أكثر من مفهوم، عطف الواحد من هذه المفاهيم على الآخر. أحيانا في الغالب مفهومان، ولكن أحيانا نجد أنفسنا أمام أكثر من مفهومين. إذا نبدأ بالموضوع الذي هو جملة ناقصة. أعطي أمثلة، إذا أبدأ بأمثلة. مثلا الموضوع، لنفرض أن موضوعنا الشفعة، عنوان الأطروحة الشفعة، أو عنوان الأطروحة، إذا هذا موضوع في القانون المدني، عنوان الأطروحة مثلا الدولة الاتحادية، إذا موضوع في القانون الدستوري، عنوان الأطروحة الديمقراطية، هذا يمكن أن يكون موضوعا في القانون العام أو في العلوم السياسية. الموضوع الغلط، الموضوع شروط الغلط، الموضوع مبدأ سلطان الإرادة، أو الموضوع حماية المبلغين عن الفساد في القانون التونسي، التثمين الطاقي لمادة المرجين في القانون التونسي، الطعن والتعقيب في الأحكام العقارية. إذن هنا نحن أمام موضوع يمثل جملة ناقصة. كيف تستخرج الإشكالية في مثل هذه المواضيع؟ استخراج الإشكالية أو الأشكلة، لا بروبليماتيزاسيون. إذن أشكلة هذا النوع من المواضيع تتم بالبحث عن خبر. الموضوع الأول الشفعة، هي إذا نجعل الشفعة مخبرا عنها ونبحث لها عن خبر. الشفعة هي الدولة الاتحادية، هي الديمقراطية، هي الغلط، هو شروط الغلط، هي إذا لدينا مخبر عنه ونبحث له عن خبر يمثل فكرة. الخبر يمثل فكرة تحكم مكونات المخبر عنه. إذا نبحث عن خبر للمخبر عنه، هذا الخبر يحكم أجزاء مكونات ذاك المخبر عنه. بعبارة أخرى، ينبغي أن نبحث عن خبر لا يمثل بعد التفصيل فيه، لا يمثل مجرد وصف وكشف حساب، مجرد وصف وكشف حساب عن الأجزاء المكونة للمخبر عنه. بعبارة ثالثة، لدينا الموضوع، لدينا الموصوف، لدينا المخبر عنه، الغلط، الديمقراطية، إذن لدينا مخبر عنه. ينبغي أن نستخرج وصفا له لا يكون بمثابة تفصيل للموصوف، لا يكون بمثابة تفصيل للموصوف. أضرب أمثلة، ربما إذا هذا الرسم فيه جميع أنواع المواضيع النظرية التي تعطى في الامتحانات، لكن الأطروحة صيغتها هي جزء من أنواع المواضيع النظرية. إذا شفتوا هنالك الموضوع النظري مع المقولة، وهنالك الموضوع النظري بدون مقولة، ثم داخل الذي بدون مقولة،
الموضوع في صيغة استفهام، ثم الموضوع في صيغة غير الاستفهام، ثم داخل الموضوع في صيغة غير الاستفهام الموضوع جملة خبرية أو الموضوع ليس جملة خبرية، ثم الموضوع ليس جملة خبرية الموضوع جملة ناقصة، الموضوع أكثر من مفهوم عطف الواحد على الآخر بالواو. هذه جميع أنواع المواضيع النظرية، لكن في إطار الأطروحة صيغة الأطروحة تكون إما جملة ناقصة، إذن لا تأتي في صيغة استفهام. ما هي شروط الغرض؟ هذا موضوع نظري، لكن لا نسجل موضوع أطروحة بهذا العنوان. إذن إما جملة ناقصة أو جملة فيها أكثر من مفهوم عطف الواحد على الآخر بواسطة الواو. إذن الأمثلة التي أعطيتها الشفعة الدولة الاتحادية الديمقراطية الغلط إلى آخره، الأشكال كيف تتم؟ إذن الموضوع هو الغلط الديمقراطية، إذن هذه هي المادة القرنية، إذن لنسمي هذه المادة آ فيه جزء أول، فيه جزء ثاني، فيه جزء ثالث، رابع، خامس، إلى آخر الأجزاء. إذن كل مادة قرنية تتكون من أجزاء، مثلا الغلط أنه الصورة الفلانية، غلط في القيمة، غلط في البائع، غلط في الشيء، غلط في الشخص، يجب أن يكون حاسما، يجب أن يكون مختفرا، يؤدي إلى البطلان النسبي، من يقوم بالبطلان. إذن هذه الأجزاء المكونة لمادة قرنية اسمها الغلط. لو قلنا ما يلي، آ هو آ واحد، آ اثنين، آ ثلاثة، هنا الوصف مكون لآ، إذن هذه القضية لا تمثل إشكالية، لم نقم بأشكالة حقيقية. متى نقوم بأشكالة حقيقية؟ حين نقول آ هو باء، إذن باء ليس مكونات آ، بل فكرة تخترق مكونات آ، إذن هذه القضية تمثل إشكالية. سأضرب أمثلة، إذن لست أدري الرسم الموالي. إذن الموضوع آ أي مادة قرنية آ مع الفكرة باء، إذن آ واحد هو باء، إذن الفكرة ستخترق مختلف مكونات المادة، آ اثنين هو باء، المكون الثالث في آ فيه الفكرة باء، الرابع فيه الفكرة باء، الخامس فيه الفكرة باء، إذن هنا نحن أمام فكرة تمثل إشكالية. إذن الأشكال تتم كما يلي، لديك آ، آ فيه مكونات، آ واحد، آ اثنين، آ ثلاثة، آ أربعة، إلى آخر المكونات، يجب أن تجد فكرة تخترق كل المكونات أو على الأقل أغلب المكونات، أغلب المكونات. إذن هذه الفكرة إن وجدتها فهي تمثل الإشكالية. لكن لو أنك جئتنا بما يلي بمكونات آ فقط، أي آ واحد، آ اثنين، آ ثلاثة، آ أربعة، ولو أتيت بها بصفة معمقة وعمدت إلى حجاج وسط المادة، نعم هذا يمثل محاضرة أو كتاب، ولكن لا يمثل أطروحة. الأطروحة أن تجد فكرة تحكم مختلف مكونات المادة القانونية. لست أدري إن كنت واضحة، سأضرب الآن أمثلة. لنفرض أن الموضوع هو صور الغلط، السؤال: هل أن صور الغلط في الواقع، والغلط في القانون؟ هل هذا السؤال يمثل إشكالية؟ صور الغلط هي الواقع وهي القانون، إذن لا يمكن أن يمثل هذا السؤال إشكالية مبدئيا. لكن
السؤال ليس إشكالية لو أجاب الباحث بنعم أو بلا دون أن ينجح في جعل الجواب محل تردد ومحل ريب. إن نجح في ذلك عندها هذا السؤال يمكن عند هذا السؤال ليس يمكن بل يكون إشكالية. لو لم ينجح عندها سيأتينا بمكونات المادة وعندها السؤال ليس إشكالية. إذا السؤال إشكالية في الحالة المعاكسة مثلا يصل إلى أن يقول ما إن الغلط في القانون ليس صورة مستقلة من صور الغلط بل هو داخل في الغلط في الواقع. إذا هكذا السؤال يكون سؤالا إشكاليا لأن المعلوم لدينا أن صورة أن الغلط صورتان غلط في الواقع وغلط في القانون. إذا هذا الشخص استطاع أن يجعل ما نعرفه محل نقاش بأن وصل بنا إلى أن الغلط في القانون ليس صورة بل هو جزء من الغلط في الواقع. إن كان عمله في هذا الاتجاه عندها يكون السؤال هل أن صور الغلط في الواقع هل أن صور الغلط هي الغلط في الواقع والغلط في القانون. عندها السؤال يكون يمثل إشكالية. إن لم ينجح في هذا فهو لا يمثل إشكالية لأنه سيقوم بعملية عرض لمختلف عناصر المادة المكونة للموضوع. إذا يمكن أن يكون السؤال هل أن آ لنعود إلى المثال الذي كنا بصدده هل أن آ هو آ واحد وآ اثنين وآ ثلاثة إلى آخره يمكن أن يكون إشكالية حين يتوفر الشرط السابق أي ينجح الباحث في جعل الجواب محل ريب ومحل شك. هل الأمر واضح؟ هل الأمر واضح؟ سأعطي أمثلة. إذا سأبدأ بمثال طريف. للأسف نحن لم نستطع في إطار الحجج المشتركة بين أنواع الخطاب أن آتي بحجة تسمى حجة التدعيم l'argument de l'illustration. أنا سأخذ من كتاب من كتب المنهجية حجة على ما كنت بصدده وإن أردنا أن نسميها هذه الحجة هي حجة التدعيم. حجة التدعيم لا تثبت قضية ولكن تسهم في الإقناع بها المثال الطريف يقول لنفرض أن موضوعنا موضوع أطروحتنا طائرة الكونكورد. إذا موضوع الأطروحة طائرة الكونكورد. يقول المخطط الذي وضع لهذا الموضوع هو التالي: فقرة أولى بناء الطائرة، فقرة ثانية استغلال الطائرة، تخطيط ثاني: فقرة أولى الأبعاد التكنولوجية، فقرة ثانية الأبعاد الاقتصادية. لو كنا بصدد أطروحة جزء أول وجزء ثاني. التخطيط الثالث الجزء الأول ولادة الطائرة، الجزء الثاني وضع الطائرة خارج الخدمة. التخطيط الرابع الجزء الأول الكونكورد نجاح تكنولوجي، الجزء الثاني الكونكورد فشل تجاري. أنتم أمامكم هذه التخطيطات، هل تستطيعون أن تعرفوا هل أجاب صاحب العمل الأول وصاحب العمل الثاني والثالث والرابع هل أجاب كل واحد منهم أم لا على إشكالية؟ ومن هنالك هل في هذه الأعمال لنفرض أننا أمام موضوع واحد اشتغل عليه شخص الأول والثاني والثالث ورابع، الأول جاءنا بالتخطيط الأول والثاني جاء بالثاني وهكذا. إذا أي هذه الأعمال يصح أن نسميها بأطروحة؟ الرابعة. لأنه يعني في التخطيط الأول والثاني
نجد عناصر ومكونات مادة هي مادة طائرة الكونكورد. إذا إنشاد التخطيطات الثلاثة الأولى ماذا نجد؟ نجد عنصر واحد من مادة هي الكونكورد، عنصر اثنين من مادة هي الكونكورد، عنصر ثلاثة إلى آخره. في التخطيط الرابع نجد عناصر مادة هي الكونكورد مع فكرة، هي فكرة تحكم العناصر، وهي فكرة النجاح وعدم النجاح. فكرة النجاح وعدم النجاح. إذا في العمل الرابع، العمل الرابع فقط يمثل أطروحة، لأن صاحبه نجح في أن يأتي بإشكالية حقيقية. كما قلت التخطيطات الثلاثة الأولى غير مقبولة، لكن ينبغي أن ننتبه، أحيانا يمكن لشخص أن يأتي بمكونات ولكن يجعل هذه المكونات وضعيتها كمكونات محل ريب. عندها نكون أمام إشكالية ونكون أمام أطروحة. إن لم ينجح فنحن لسنا أمام أطروحة، نحن أمام كتاب في الغلط أو مجموعة محاضرات في الغلط، لكن لسنا أمام أطروحة في الغلط. هل الأمر واضح؟ مثال، إذا هذا مثال أول. هنالك مثال حقيقي ورد في واحد من كتب المنهجية، يقول لنفرض أن الموضوع الغلط، الموضوع الأطروحة هو الغلط. يقول مالي هنالك الغلط الفردي، الغلط الفردي لا ينتج آثارا، الغلط الفردي لا ينتج آثارا قابلة، وهنالك الغلط الجماعي l'erreur commune، والغلط الجماعي ينتج آثارا. إذا هنالك كلمة ناقصة، إذا ينتج، أضيف الكلمة، إذا ينتج آثارا. من هنا القاعدة error communis fastius، l'erreur commune crée le droit، crée le droit. إذا الغلط الجماعي، الغلط الجماعي ينتج آثارا. مثال لغلط جماعي، مثال لغلط جماعي. إذا رجل وامرأة تزوجا في البلدية، رجل وامرأة تزوجا في البلدية، من أبرم زواجهما، من أبرم الزواج هو موظف في البلدية، موظف في البلدية ليس له وصف المأمور العمومي، مثلا الكاتب العام للبلدية، إذا ليس له وصف المأمور العمومي. إذا ارتكب الرجل والمرأة غلطا في الشخص الذي تعامل معه، ظن أنه مأمور عمومي والحال أنه ليس كذلك. إذا هذه صورة من صور الغلط في الشخص، صورة من صور الغلط في الشخص. إذا هذا الغلط لنفرض أنه جماعي، الناس يظنون أن هذا الشخص مأمور عمومي. إذا هذا الغلط يوضع في المقام نفسه الذي توضع فيه الحقيقة، أي في نهاية المطاف نعد العقد أو القانون يعد العقد وكأنه أبرم حقا من قبل مأمور عمومي. l'erreur commune crée le droit، erreur communis fâchit jus. إذا لكن لو أنك أردت أن تشتري سيارة قديمة فإذا بها سيارة جديدة، إذا أردت جديدة فإذا بها قديمة، العكس، إذا أردت أن تشتري سيارة جديدة فإذا بها السيارة قديمة، إذا هذا غلط فردي، والغلط الفردي لا ينتج أثرا، أي يتم إبطال العقد في هذه الصورة. في صورة الغلط الجماعي لا يتم إبطال العقد. إذا انطلاقا من هذا يمكن أن يكون التخطيط، تخطيط الأطروحة، جزء أول للغلط الفردي وجزء ثاني للغلط الجماعي. لكن صاحب كتاب المنهجية
يقول ما يلي. إذن الآن سأذكر كلامه حرفيا، فقط أترجمه من الفرنسية إلى العربية. لكن هذا المخطط، أي الجزء الأول غلط فردي والجزء الثاني غلط جماعي، لكن هذا المخطط لا يقوم بذاته، فما يعطيه معناه هو الفكرة العامة التي مفادها أن الآثار القانونية المنجرة عن الغلط متوقفة على امتداد الغلط إن كان فردي أو إن كان جماعي. فإذا لم يتم التصريح بهذه الفكرة، وإذا لم تجعل حاكمة لكل جوهر العمل، فإن هذا الجوهر لن يكون مرضيا، وذلك حتى إن كان التقسيم إلى غلط فردي وغلط جماعي مبرر. إذن التخطيط صحيح، لكن لسنا أمام إشكالية، لأن صاحب العمل لم يقم في مختلف جوانب عمله بالتأكيد على هذه الفكرة، أن التخطيط ومكوناته مبنيان على امتداد الغلط، مبنيان على امتداد الغلط. إذن الأطروحة ليست أن نأتي بمادة قانونية، ليس أن نأتي بمادة قانونية مثلا في الصورة التي كنا بصددها مادة الغلط، بل الأطروحة أن نأتي بالمادة ونثبت داخلها، ونثبت داخلها داخل مكوناتها، ونثبت فكرة مثلا في إطار الغلط الآثار. الفكرة هي أن الآثار المترتبة عن الغلط، هذه الآثار تتبع وصفه بكونه جماعي أو بكونه فردي. الآن أين نجد الفكرة؟ لو تذكرون في إطار المادة القانونية بحثنا عن المواضع، قلنا أن المادة القانونية ينبغي أن تتمثل في حجج، وتساءلنا أين نجد الحجج، وكان الجواب أن هنالك نوع من الحجج نجده في كتب المنطق والخطابة، الحجج المشتركة بين جميع أنواع الخطاب، وهنالك حجج نجدها في كتب المنهجية القانونية في كتب الخطابة القانونية. إذن هذه هي مواضع الحجج. الآن الفكرة التي تحكم المادة ما هي؟ ما هي مواضعها؟ أين نجد الفكرة؟ أين نجد الإشكالية؟ ما هي مواضع الأفكار؟ نأخذ ربع ساعة ثم نحاول معا أن نصل إلى جواب هذا السؤال. إذن نلتقي بعد ربع ساعة إن شاء الله من الآن.